دكتور هدى، سؤال اخير لان الوقت خلص. كعضو بالمجلس الاعلى للاعلام، اسمحي لي اسال حضرتك، ما هو دور الاعلام المصري برضو يعني مش هقول مكافحه ما يحدث، ولكن للرد على الاقل عما يثار في الاعلام الموجه اللي هو بيهدف الى الخراب الداخلي في مصر؟ هو انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، دايما الناس تسال السؤال ده، الفعل ورد الفعل، نفسنا نفهم. لا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، المفروض يبقى دورنا اكبر من كده. تمام. يعني يبقى لينا رؤيه مستقبليه لا تنتظر حدوث خطر ثم نرد. ده احنا لازم نبدا باعاده تشكيل الاعلام ليحقق مفهوم الامن القومي من غير ما نستنى حادثه كبيره ونقول وكيف نواجهها. نمره اتنين، الاعلام في الكون وظيفته تغيير الادراك الاجتماعي عند الناس. فمن فتره طويله واحنا الكبار في السن عاشوا دي، كان الاعلام يمر من خلال فلتر سميك من المعلومات والفكر والثقافه الى ان يصل للمشاهد. دلوقتي في استباحه لاذان وعيون المشاهد ويظهر اعلاميون ما انزل الله بهم من سلطان. الواحد يبقى مستغرب، هو ده ممكن يخاطب المشاهد؟ هو ده ممكن يغير فكره؟ ام انه يدفعه الى ايه؟ ده في خطاب كراهيه مثلا. احنا حضرتك عضو المجلس القومي، المجلس الاعلى للاعلام، ده دوركم اعتقد. مش يعني انا بقول لحضرتك لازم تبقى الرؤيه. عايز اسال ماذا يفعل بقى هنا المجلس جراء الافعال اللي احنا بنشوفها؟ يعني بعض الاخر بينشر معلومات مغلوطه ثم يعتذر ثم تمر مرار مرور الكرام. لا يعني ما حصلش. في حاجه غريبه. احنا من ابريل الماضي ونحن نجتمع بشكل شبه يومي ونطارد ايضا، خدي بالك، من اول لحظه تكويننا واحنا مطاردين من اصحاب المصلحه المضاده. ما انت في فريق يخشى على نفسه طبعا. فطول الوقت احنا عملنا قانون حريه تداول المعلومات، عملنا خاطبنا الازهر والاوقاف في موضوع الفتاوى الفوضويه، القانون ما زال لسه للبرلمان. ده لا يعني انا عايز اقول لحضرتك ما فيش قضيه، عندنا لجان رصد ولجان شكاوى، وما فيش شكوى جات لنا الا ما تحرينا الدقه وبحثناها ووجهنا ناس للنيابه. فاحنا طول الوقت في الحركه دي، لكن انا اظن انه علينا ما هو اعمق، اللي هو خلق ثقافه لدى المشاهد تساعده في النمو بفكر ووعي. اقول لحضرتك حاجه، احنا محتاجين فقره عن دور الاعلام بقى، لان مش يعني هيبقى ظالمين جدا الملف ده لو اتكلمنا فيه في اخر دقيقتين. فيا ريت حضرتك تشرفينا مره ثانيه، لان ده ملف هام جدا. نشكرك جدا دكتور هدى زكريا، عضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب وايضا عضو المجلس الاعلى للاعلام. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا دكتور، نورتينا. ومره ثانيه كنا متوقعين حدوث ايضا احداث زي دي. دي مش اول قضيه يتم الكشف عنها، لكنه الحقيقه دي سلسله نجاحات متتابعه تم، يمكن دي اخر فصل فيها حتى الان، لكنه هنشوف زي هذه القضايا اكيد مستقبلا، لانه في النهايه مصر تحقق نجاحات كبيره ومخابراتها العامه واعيه وصحيه وحققت انجازات على الارض اقليميا، سواء كان مره ثانيه اللي حدث في فلسطين وبخصوص المصالحه، اتفاقات تهدئه مختلفه في سوريا، مره ثانيه جنوب السودان ايضا، ده نصر كبير في الضوء كمان ازمه السد وغيره طبعا للي بينظر للمستقبل. ملف اللبناني نجاحات مختلفه بالتاكيد تتقاطع المصالح وتتشابك، لكن يظل قدرة رجالنا الواعيين الصحيين ان هي تكون حامية، ونحن ايضا في نهاية الامر في ظهرهم باذن الله.